يسال كثير من الناس وخاصه في بدايات العمر وفي الشباب وعند التامل يسال هل دين الاسلام دين صحيح يعتمد عليه قامت عليه الادله وتقريبا كل المسلمين في العالم يجيبون آه نعم هو دين صحيح والسؤال الذي بعد ذلك هو لماذا انت مسلم لماذا انت مسلم كان عنوانا لبعض الكتب التي الفت ونشرت تحت عنوان لماذا انا مسلم وتحت عنوان آه هذا ديننا وتحت عنوان هذا اسلامنا وهكذا الاسلام دعانا واجاب لنا عن كل الاسئله الفلسفيه التي شغلت بال الناس عبر القرون ولما ياتي دين فيجيب على كل الاسئله فانه يقدم لنا برنامجا متكاملا واسعا تطمئن اليه النفوس شغل الفلاسفه انفسهم بالاجابه على سؤال من اين نحن سؤال عن الماضي سؤال عن بدء الخليقه وبدء الخليقه لم نحضرها ولم نرها ولذلك كان السؤال مشروعا من اين نحن ما الذي اتى بنا في هذا الكون من الذي خلقنا ربنا وجدناه يجيب عن هذا السؤال بانه الله في منتهى السهوله فالله سبحانه وتعالى اذا قال لشيء كن فيكون وان الله سبحانه وتعالى امر بالخلق فاجاب عن سؤال حائر لدى البشريه من اين نحن ثم وجدنا في الاسلام ان الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه باكثر من 150 صفه في القران الكريم واكثر من 160 صفه في سنه النبي الامين ومجموع الاثنين بعد حذف المكرر 200 اكثر من 240 صفه كأن الله يعلمنا من هو. إنه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار وجلس يصف نفسه من كل جانب. لما جئنا وحللنا ال 240 اسم من أسماء الله وجدنا أن فيها جلال وهيبة انه هو العظيم القوي المنتقم الجبار ووجدنا ان فيها جمال هو الرحمن والرحيم والرؤوف والعفو والغفور ووجدنا ان فيها كمال الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير هناك كمال ووجدنا من هذا التصنيف والتقسيم ان شيئا غريبا يوجد في كلام الله لفت نظرنا انه عندما بدا بدا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن من اسماء الجمال والرحيم من اسماء الجمال وكأنه عندما أراد أن يخاطبنا خاطبنا بالجمال ثم الجمال وليس بالجلال ثم الجلال بسم الله المنتقم الجبار ولا بالجلال ثم الجمال أو بالجمال ثم الجلال بسم الله الرحمن المنتقم أبدا كانه يطمئن حالنا ويهدئ بالنا خطاب فيه نوع من انواع الرفق اللين واذ بنا نجده سبحانه وتعالى يصف نفسه ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولما ياتي يصف نبيه يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين احببنا هذا التفتنا اليه قلوبنا مالت اليه فاسلمنا واسلمنا امرنا لله رب العالمين بماذا امرنا امرنا بكل خلق طيب امرنا بالصدق أمرنا بالأمانة أمرنا بالبعد عن الفواحش وبالبعد عن كل ما يضر الإنسان حرم علينا القتل حرم علينا السرقة حرم علينا الكذب حرم علينا شهادة الزور حرم علينا الفساد في الأرض والله لا يحب الفساد حرم علينا كل ما يوصلنا إلى الاذيه بالنفس وبالغير لا ضرر ولا ضرار التفتنا الى هذا وبدانا رحله الالتفات الى ان هذا الدين جاذب فات يلتفت اليه ننظر اليه فتطمئن له القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب فالاسلام دين صحيح موضوع حلقتنا النهارده هو كده